اتفضل يا دكتور. خير يا دكتور؟ اطمني، هو بس السكر عالي فجأة خلاها أغمى عليها واديتها حقنة وبقت كويسة، يا ريت ترتاح لحد الصبح وتاخد العلاج بانتظام وبلاش لخبطة في الأكل تاني. شفتي يا أختي السكر برضو. معلش احمدي ربنا إنها جت على قد كده، أنتِ بس خدي بالك من علاجها. اتفضل يا دكتور، ميرسي تعبناك. تحت أمرك يا فندم، اتفضلي روجيتا. شكرا. متشكرين يا دكتور، تعبناك معانا والله. يا فندم تحت أمرك. انا متشكره قوي، هاتي روشيت عشان اجيب الدواء. لا ما ينفعش، انا هروح دلوقتي اجيب الدواء. خليك انت مع البنات، انت ما لحقتيش تشوفيهم، العربيه بره، خمس دقايق واكون عندك. ما انا مش هتاخر، انا بس خايفه عليكي تتهي مني في الحته دي وانت ما بتعرفيش حاجه. ما تقلقيش عليا، واللي يسال ما يتوهش. يلا على طول، ما تتاخريش، ما تخلينيش اتخض عليك. حاضر يا نهار، يلا جاي على طول. يلا خليك معايا. هي مين دي يا نهار؟ استر يا رب، استر. الله يخرب بيتكم، ردوا. زينة، زينة بنتي يا زينب، الله يخرب بيت مخك. رياض موت وسط زينب. ايه ايه مالك متعصبة؟ ومش عندي مسؤوليات، بس المواعين بلاش اغسلهم. مواعين ايه دلوقتي؟ انا مش عمالة انادي عليكي ما بترديش عليا ليه؟ حرام عليكي هتشلوني. ايه يا ستي، ما انتوا عيلة تشيل. عيلة تشيل؟ ماشي ماشي، العربتين وهم خارجين ما قالكيش رايحين في انهي مصيبه تاخدهم يا رب؟ ما قالوش، بس انا ببص كده فجاه ما لقيتهمش، اختفوا مباح، حتى بالاماره ما استنوش السواق. وست سميحه هي اللي زائد. سميحه هي اللي زائد؟ يا نهار اسود يا نهار اسود، الساعه قربت على 12. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ قولي اعمل ايه؟ هاتي هاتي محمولك واتصلي بيهم. اجيب محمولي؟ امال ده بيعمل ايه في ايدي؟ ده ايه ده؟ كزدره ده؟ ما انا بقول لك عماله بكلمهم ما بيردوش. ما بيردوش يا نهار؟ هم لسه ما جوش؟ لسه ما جوش ولسه ما بيردوش. هم الو بنتي دلال، يخرب بيتكم انتوا فين؟ يا نهار اسود، ايه في ايه؟ ايه اللي حصل؟ دلوقتي يا سياده الرائد انا هفهم حضرتك. دلوقتي صاحب العربيه هو اللي غلطان. قولي ليه؟ قول لا اله الا الله. قولي ليه؟ انا اقول لك انا ليه قبل ما تقول لا اله الا الله؟ لانه جاي من ورانا وايد النور العالي في عيني، زي ما اكون قايد نور بيتهم هناك في الصالون، قاعد مرحرح يعني. وما انا بقى عوزت افاديه، رحت لابسه في الرصيف، لبست في الرصيف، او النعمه الشريفه لبست في الرصيف. يوم هو بقى يخرج واجي على هنا، هو حضرتك مش عارف انا مين ولا ايه؟ لا مش عارف وبس بقى. مساح فاجئتي. لوك 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 لوك، ايه؟ افصلي شويه. بقول لحضرتك انا عايز اشرح لك من الاخر عشان اقول لك اللي فيها ونخلص. انا عارف من الاخر واشرح لك انا واقول لك القصه ايه. الراجل راح المستشفى وتحول هناك، احنا بقى دلوقتي مستنيين التقرير الطبي بتاعه عشان نعرف مصيرك ايه. لانه لو طلع اكتر من 21 يوم، وان شاء الله ان شاء الله هيطلع عشان حضرتك تشرفينا هنا شويه. يوم؟ اشمعني؟ اشمعني هو راح المستشفى وانا جيت على هنا في الاسم؟ ها؟ اشمعني البنت اللي كانت معايا الحبله دي مشت وانا جيت على هنا؟ ولا عشان هي حبله؟ على فكره بقى دي عنصريه، سجل عندك يا سياده الرائد. عارفه ان دي غلطتي، لان انا طلعت انسان محترم من الاول، قلت عليك انك بنت ناس وشكلك كده مهذب، انما انا غلطان. كان من الاول المفروض ارميكي في الحجز بره لحد ما يبان لك صاحب. اتلم واحترمي نفسك. يا نهار اسود، والنيل احترم نفسي؟ يعني انا مش محترمه؟ لا ده حضرتك بقى مش عارف بيتكلم مين، وانا بقى مش داخله الحجز. اقول لك على حاجه، ده انبوطي من انه يحصل، لان انا لعلمك سيتيزن كين. سيتيزن كين يعني مواطنه صالحه. ها؟ امسكي نفسك شويه وتكلمي عدل مع البيت، فاهمه؟ احنا كده هنعمل محضرين. المحضر الاولاني ضد نفس الشخص اللي عمل لها محضر، وهنثبت فيه حاله العربيه، وهنثبت فيه كمان حاله الحامل اللي حياتها معرضه للخطر وموجوده دلوقتي في المستشفى بين الحياه والموت. والمحضر التاني حضرتك بالضرب، وكل ده هنثبته بتقرير طبي، والكل يقف قصاد النيابه، واللي له حق ياخده بالقانون. ممكن اعرف الاول حضرتك تبقي مين؟ كاميليا سعيد المحاميه، حاضر على المجني عليها سميحه شاهين في حادثه السياره. الحمد لله يا سميحة ان انا لحقتك قبل ما تتعرضي على النيابة، والراجل اللي كسرتي له عربيته وبوظتيها له كان ممكن جدا يتهمك انك سكران، وساعتها كانوا هيعملوا لك تحليل وهتتكشفي. ساكتة ليه يا سميحة؟ ما انا ماليش وش ارد عليكي، ما انت خلاص كسر عيني. عينك ايه بس ووشك ايه دلوقتي؟
يا سميحه احنا في مركب واحده، ولا انت فاكره اني هقول لفواز وهي دي حاجه تتقال اصلا؟ بقول لك ايه، ما تعمليش فيها بقى ان انت اللي خرجتيني، انا كده كده كنت هخرج بيكي او من غيرك، ما تعمليش فيها بقى الشريفه. لا يا سميحه ما كنتيش هتخرجي، وانا اول مره في حياتي ادور على ثغره في القانون واستخدمها عشان اخرجك. كباريهات، هي حصلت كباريهات، يخرب بيتك، عايزه يعمل فينا ايه اكتر من كده؟ عايزه يولع فينا وفي البيت؟ لا لا يا انهار لا، اوعي تقولي كده، انا ما كنتش في كباريهات يا اختي. امال انتوا كنتوا فين يا اختي طول الليل؟ في الخدمه؟ لا يا اختي ما كناش في الخدمه، احنا كنا في الديسكو، البنت سميحه خدتنا وزلت على دماغنا لحد ما ودتنا الديسكو او النعمه. ديسكو؟ تصدقي ان انا اللي هطلع روحي كده؟ بالله والنبي يا انهار، انا بطني مليانه يا اختي ومش حامل الهده اللي انت عماله تهديها فيا دي. طبعا يا اختي، ما انت لازم تبقي تعبانه من كتر المرقعه والرقص طول الليل. بس يا انهار مش كده، بالتفاهم، بالتفاهم يا حبيبتي. تفاهم يا اختي، وسعي شويه بالتفاهم بتاعك. والنبي يا كمالي اوعي توسعي بالتفاهم بتاعك ده يا اختي، عشان انت لو وسعتي بالتفاهم الولادي هتموتني. شفتي؟ شفتي الواد يا بس يا انهار، خليكي ديسنت، خليكي مور ديسنت. ديسنت بالذمه دي شكل واحده ديسنت بصراحه؟ لا شفتي مش بعرف. معلش يا اختي والنبي ما اقصدكيش، انت بتبعدي عشان تيجي فيها يا واطيه. اتهدي انت كمان، هديتي حيلي. حرام عليكم انتوا الاثنين اللي هديتوا حيلي. اولعوا بقى سوا في البيت المحروده، اولعوا يا جزمه. لا يا نهار، اسمعيني بقى، مش هسمح لك ابدا تمدي ايدك على اي واحده فيهم مهما كان ليكي من سلطات في البيت ده ومهما كان حجم غلطتها. يا شيخه خليكي متحضره بقى، متحضرة. الله عليكي يا ست، الله عليكي، اشجعي يا اختي كمان وكمان. بقولك يا ست انتي، انتي بتتحشي في اللي مالكيش فيه ليه؟ ها؟ ولا انتي فاكرة نفسك العقلة الوحيدة وكبيرة العيلة واحنا كلنا ما بنفهمش حاجة؟ حلي عنا يا ست انتي، حلي عنا، مالكيش دعوة بينا. ولا انتي فاكرة نفسك ايه؟ بتحلقي في المحكمة بتاعتك؟ خلاص يا اختي هي ماتت. اخص عليك يا ميح، بجد اخص عليك، انت كنت واقفه يا اختي بتدافع عني. الله، ايه اللي انت عملتيه ده؟ صحيح زودتيها شويتين، كانت بتدافع عن البيت كنت بضربها. وبعدين انت نسيتي هي عملت معاكي ايه في الاسم؟ دي خرجتك من مصيبه انت كنت راميه روحك فيها. والله العظيم لو ما خرجتي وبصي على راسها واعتذرت لها هقول للحاج فواز، وشوفي بقى هيعمل فيكي. روحي لها عشان خاطري. ما تزعليش مني، أنا عارفة إني مدب كده يعني وبرمي كلام زي الطوب، بس غصب عني أنا تعبانة قوي ومحدش حاسس بيا. عارفة جواها كده يعني حاجات ملخبطة كده على بعضها مخوفاني قوي، مخوفاني الحاجات دي، وباين بعمل حاجات غريبة وبخبط شوية، دخن وشوية أشرب وهسهر، بس والنعمة الشريفة ورحمة أمي، أنا جوايا مش عارفة أنا بعمل كده إزاي. تصدقي بس الحق مش عليا. والله الحق على الراجل اللي سايبني لوحدي وبيعمل فيا كل ده. انت عارفه ايه اصعب حاجه على الست؟ انها ما تلاقيش الراجل اللي بتحبه جنبها. شفتي بقى
أنا حاسة بيكي يا سميحة، مش زعلانة منك. أنا عارفة إن كل كلمة بتضايق بتقوليها وكل فعل عنيف بتعمليه ستارة بتحاولي تخبي وراها الألم والوجع اللي جواكي. أنا مش زعلانة منك خالص. يعني إيه؟ صافية لبن؟ حبيبي قشطة. تحتي بوسة بقى. النار لو ما لقيتش حاجة تمسك فيها بتاكل في نفسها لغاية ما تطفي. وانتوا على الحال ده من أول ما جيت البيت ده وانتوا كل واحدة فيكوا ماسكة عود كبريت ومغرقة نفسها بنزين وبتهدد بيه التانية، والنتيجة إن أول مضرورين بتكون هي. أيوة يا أختي، يعني أنت عايزة توصلي لإيه بالظبط؟ عايزاكوا تبصوا في المراية هتلاقوا إن انتوا صورة واحدة من ثلاث نسخ، يبقى ليه فواز ما يدورش على الرابعة؟ عشان عينه فارغة يا أختي، عينه فارغة ومش حاسس بالنعمة اللي هو فيها. ما تستني يا سميحة نشوفها عايزة تقول إيه. اللي أنا عايزة أقوله إنه خلاص ما بقاش فيه وقت لأي خلافات شخصية أو أطماع خاصة. احنا لازم نحط ايدينا في ايدين بعض عشان نرد كرامتنا اللي اتبعترت تحت رحمة شهوات واحد مش شايفينها غير مراية كبيرة شايف فيها نفسه وبس. انتي ايه يا اختي، انتي ناوية على ازية ولا ايه؟ ازية فواز انا لا يمكن اوافق عليه. يا نهار يا نهار، مفيش ازية ترد كرامة يا اختي. والنبي انتي طيبة، ما تعرفيش فواز. فواز ما بيهموش حاجة ولا حد في الدنيا، ومهما حاولنا معاه برضك في الاخر بيعمل اللي في دماغه. هو راخر عنيد، ما بيهموش الهبهبة اللي بنعملها. يا اختي اسمعيها، دي بتقول كلام صح. يا حبيبتي كل اللي كنتوا بتعملوه قبل كده ان انتوا تحاولوا تطفشوا اللي جاي عليكم، مع انها واحده منكم ما تفرقش عنكم حاجه، ضحيه من ضحايا الصياد. وحتى لو نجحتوا طفشتوها هيدور على غيرها وهلم جر. وانتي بقى يا اختي عايزانا نعمل ايه؟ عايزاه يحس بقيمتنا ويعرف اننا مش غنم في زريبه يرمي لهم العلف عشان يسمنوا ويمتعوه. مش معقول، انا اول ما لقيت اسمه جه في الملف ما كتبتش خبر، قلت اجي ابلغك على طول، بس اوعى تقول اني جبت لك سيره. فواز الصياد؟ مستحيل. بلاغات كتيره متقدمه ضده، واضح ان في ناس حاطاه في نفخ ومش هيسيبوه في حاله. يا حاج مرعب يا حاج، يا رش حاج الحال يا حاج، مصيبه مصيبه. سيبت ايه الله يخرب بيتك عصب في ايه؟ بتوع الضرايب يا حاج طبوا على الشركه وخدوا كل الدفاتر وهردات الكمبيوتر. ضرايب؟ ضرايب وعاوزين ايه بتوع الضرايب؟ معرفش يا حاج، شكلها اخباريه او حد عامل فينا عامله. دول عاملين زي المباحث عاملين يفتشوا في كل حاجه. ما يفتشوا يا اخوي، يفتشوا زي ما يفتشوا، هو احنا مش مسالين يا ابني؟ الامر ما يسلمش يا حاج، دول بيدوروا على اي مصيبه. دول دخلوا مكتب الحاج فواز بالعافيه رغم ان احنا قايلين لهم انه مسافر كمان. وهم رافعين دلوقتي خلصوا على الشركه وبيلفوا على المحلات. محلات ليه؟ في ايه؟ لا الحكايه دي فيها ان انا لازم اكلم فواز. امتى حصل الكلام ده؟ يا نهار ابيض، انت بتصرف يا حاج لحد ما اجي، انا مش هتاخر. انا بقى عندي الخساره اللي هنا، ما هي المصايب ما بتيجي دفعه واحده. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، بكره بعده بالكتير هكون عندك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استغفر الله العظيم يا رب. خير؟ شوف ايه يا حاج؟ زين يا رب، مشاهد كده عماله تخر على نفوخي زي المطر يا مروان. ما عليك، ان شاء الله خير ان شاء الله خير. خير منين بس انت كمان؟ خير منين وانت بتقولي اللي دفعته هنا كله هيضيع كمان؟ يمكن محاولتنا اليوم تنجح يا حاج. انا علي السيد زميلكم. اهلا يا استاذ علي، يا ريت حضرتك تفهم الهانم شغلنا يبقى ايه. اتفضلوا شوفوا شغلكم وخدوا اللي انتوا عاوزينه. ياخدوا ايه؟ ما انا لازم افهم الاول. انا هفهمك على كل حاجه، بس هم ياخدوا كل حاجه دلوقتي اللي هم عاوزينها واتكلوا على الله. كويس انك خير يا علي يا ابني. هو ايه اللي بيحصل؟ هقول لك اللي بيحصل يا حاج منى. امال الحاج فواز فين؟ في لبنان، عنده شغل هناك. هو في ايه؟ يا ريت يا استاذنا ان شاء الله تبعت لنا المحاسب المصلحه عشان نظبط كل الاوراق دي. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في ايه يا علي؟ ما تقول لي يا علي في ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ واضح يا حاج منعم ان في ناس مقدمين بلاغ في مجموعه الصياد بانهم بيتهربوا من الضرايب. ضرايب ايه دي اللي بنتهرب منها؟ احنا عمرنا ما نعمل حاجة زي دي يا علي يا ابني. الله، وفلوسهم تروح لهم اول باول وكله على يدك. انا عارف يا حاج، بس دي مجرد اجراءات. اجراءات دي ولا اخبارية يا علي؟ من حد طمعان فينا وغرضه في علاوة. تقصد ايه يا حاج؟ قصدي انت فاهمه كويس ولا جاي ترد على السنيورة بتاعتك؟ بس ده بقى بعيد عن شنبك يا علي، احنا شغلنا في السليم وانضف من ذمة ناس كتيرة زيك. ايه اللي بتقوليه ده؟
انت تخرسي خالص. كتر خيرك يا حياه. وافتكر ان لو كان ده قصدي ما كنتش سبت شغلي وجيت على ملا وشي عشان احذرك واقول لكم خدوا بالكم. خلاص يا علي يا ابني سيبك من الهبل اللي بتقوله ده واقعد فهمني يا علي. جرى ايه يابا؟ انت لسه هتصدقه؟ ايه يا بنت في ايه؟ عاوزه ايه انت؟ قلت لك اخرسي خالص، اقول لك سيبي كل حاجه في المحل واطلعي على البيت يلا، ومش عاوز اشوف وشك كده تاني. امشي غوري. ايه الاخبار يا عم فكري؟ الناس اللي بره دي كلها عرفت ازاي ان انا جايه النهارده؟ ودي حاجه تستخبى يا ست الكل، ده الكل مستني وفرحان. طب ندى وصلت؟ اه طبعا هتقدر تتاخر. انا ما صدقتش نفسي لما عرفت انك جيتي. ازيك يا نونو؟ والله الدنيا كلها كانت مضلمه. يا بكاشه يلا يا عم فكري اعمل لي قهوه ودخلي اول قضيه. الله اكبر الله اكبر. ياه انا كنت قربت انسى فرحه الواحد بالعيال. أصل أم سميحة الله يرحمها ربطت بعد سميحة على طول، كانت تعبانة قوي وفضلت تعبانة لحد أما ربنا افتكرها. ربنا يديك طولة العمر يا حبيبي يخليك لينا لحد ما تفرح بيه وتجوزه وتشوف ولاده كمان. يا ستي العمر مهما طال أو قصر هيجي له معاد وانتهي فيه، ما بيفضلش من البني آدم غير السيرة الطيبة والابن الصالح اللي ممكن يدعيله. ابقي خليه يدعي لي يا نعمه. ها يا حبيبي اطمن عليا، والله انا كويسه جدا. هبقى اجي لك ان شاء الله. سلمي على نور. يلا باي. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام. اتفضل. حضرتك اول مره تشرفيني؟ طب حضرتك عايزه ترفعي قضيه؟ لا أنا مش عايزة أرفع قضية. يعني جاية عشان استشارة قانونية؟ لا استشارة إنسانية. هو إحنا اتقابلنا قبل كده؟ هدى؟ يومك الاسود ده. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه انهار؟ في حد يعمل كده على الصبح انهار؟ صبح ايه يا اختي؟ ده المغرب قرب جدا وابنك فوق عمال بيصرخ عايزك. يزن ليه ده على الصبح يعني؟ ما خلاص اطفيتهم هو. يا برود اهلك يا اختي. وبعدين ايه حكايه النوم دي؟ مالك يا اختي صايقه فيها ليه؟ بت اوعي تكوني حامل يخرب بيتك. منين؟ بلا 60 ميلة. لسه ما قربش منك كلام في سرك ولا حتى مسك ايدي. خلاص خلاص. عارفه اسمعك تقولي كده تاني على الحاج؟ والله العظيم هفقعك علقه. والحاج ده 100 100 وسبع وسبع السباع كمان. اسفه اني قطعت كلامكم. لا يا اختي مفيش حاجه، اتفضلي. في واحده مستنياكي تحت في الجنينه يا انهار. واحده مين؟ انزلي وانتي تعرفي وانا هجيب سميحه واحصلك. اصلي عايزه اتكلم معاها شويه. وانتي يا اختي شهلي شويه شهلي. بقول لك ايه؟ اسكيوز مي، يعني في السؤال مين اللي مستنيها تحت؟ يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا بنت وحشتيني. ايه زرنا النبي. ازيك يا انهار وحشتيني انت كمان قوي. وانت كمان اقعدي. ايه يا بنت ايه الشجاعه دي؟ عملتيها ازاي؟ هي ايه يا اختي اللي عملتها؟ يا بنت انا مش من زمان بتحايل عليك عشان تيجي تقعدي معانا شويه تشوفي البنات، وانت عامله لي فيها الجبانه ومش عايزه تقربي. ايه اللي حصل؟ هفهمك على كل حاجه يا انهار، بس اشوف بناتي الاول. مش هي اللي عايزه تتطلق؟ تقومي تقولها من ورايا تساويها. حق وحقي. كسر حقك. حقك يا بنت. ليكي حق فيها عندنا. حقك فيها ولا في عيالي ولا فيه بالظبط. انت مالكيش حق في اي حاجه خالص. ها كده يا سي علي. بتضربني عشان واحده نميتك ولا زعلت فيك. اخرسي. مش عاوز اسمع صوتك خالص. لا انا مش هسكت. انا لازم اتكلم. انا ما عملتش حاجه غلط. انا رحت لها عشان اقول لها ان انا بقيت زيها واحسن كمان. ولو عايزه
مالك؟ انت مالك؟ لا مالي ونص كمان، مش كفايه ان انا نزلت ورحت لها عشان الم كرامتك اللي انبعطرت من ست هانم؟ انت زي اللعبه رايح لاخوها. راسي خالص مش عاوز اسمع صوتك ده تاني خالص. ها؟ كده يا سعاد عايز تضربني تاني؟ هضربك تاني وتالت وهضرب نفسي مليون صرمه على اليوم اللي شفتك فيه. ها؟ منك لله يا شيخة خدتني من مراتي وبيتي وعيالي، انت واحدة ما يملاش هنا غير التراب. بتقول لي يا سي علي؟ يا سي علي بتقول ايه؟ اللي انت سمعتيه ولا هتسمعيه ولا لسه هتسمعيه مني اكتر. ابو سيدك يا سي علي، ابو سيدك ما تسلميش، انا ملياش في الدنيا دي غيرك. هيقطع زمان ابو رياله خلاص، مسح ريالته. انا بحبك وانا ما بكرهش في حياتي قد عيني اللي شافتك والايام السوداء اللي قضيتها في سجنك دي. ابص رجلك يا سي علي، رجلك ما تسيبنيش. انت طالب، طالب، طالب. أنا عشت طول عمري بحلم بالحرية، صوتي اتنبح في مؤتمرات وسهرات وندوات كتير، كنت فاكرة إن أنا فاهمة كل حاجة وإن أنا عارفة الست كويس قوي وحالفة إني أجيب حقها لحد ما جيت هنا. وإيه اللي حصل بقى لما جيت هنا؟ لقيت نفسي متلخبطة، مش عارفة أكرهكم ولا أحبكم، أخاف منكم ولا أخاف عليكم، مش عارفه انا صح ولا غلط. كل اللي لقيت نفسي بعمله اني بدوب وسيكوا وبدخل جوه مشاكلكم. واحنا يا اختي صدقناكي، والله صدقناكي، والدليل على كده قعدتنا معاكي. وانا جيت لك يا كمالي عشان تبقي لساني اللي مش عارف ينطق وصوتي اللي خايف يطلع. لعلمك بقى مش انت اللي عايزه تستقوي بينا، احنا اللي عايزين نستقوى بيكي، وعشان كده احنا بنسمعك دلوقتي. كتر الف خيرك يا اختي، انتي فتحتي عينينا على حاجات ما كناش شايفينها. احنا عايزين نصلح اللي بايظ جوه فواز، نشيل الغشاوه من على عينيه عشان يشوف صح ويعرف قيمه الست اللي خلقها ربنا. ازيك يا عمرو؟ ايه الطله الحلوه دي؟ ازيك يا بنتي؟ اهلا وسهلا، اتفضلوا استريحوا. اهلا وسهلا. دي بقى دينا يا عمي، اكتر واحده وقفت معايا في المشروع بتاعي. بسم الله ما شاء الله، سيماهم على وجوههم، بسم الله ما شاء الله. هات حاجه ساقعه بسرعه رضا. من عينيا الاثنين يا حاج. لا يا عم معلش، بس انا مستعجل، انا كنت ابي اقول لك كلمتين في السريع. تعالى. عاوز فلوس؟ خيرك سابق يا عمي. أنا بصراحة كده يعني كنت جاي أرجع لك فلوسك. فلوسي؟ أيوة يا عمي، فلوس التأمين وأول إيجار دفعته. ليه كده يا عمرو يا ابني؟ ليه تزعلني منك؟ ما فيهاش زعل ولا حاجة، أنا لما خدت منك الفلوس كان في دماغي اللي أنا هرجعهم لك أول ما ربنا يكرمني. يا ابني أنت بتقول إيه؟ ما يصحش كده. أرجوك يا عمي عشان خاطري، عشان لما عاوز أطلب منك حاجة بعد كده هعرف أطلبها. يا حبيبي المال مالك؟ أنت شاور بس وخد اللي أنت عايزه. أنا خدت اللي أنا عايزه يا عمي. لما ربنا كرمني قلت ارجع لك الفلوس وعليهم الف بوسه كمان. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. انا يا ولد عمرو مش قلت لك ان انت الوحيد في اخواتك اللي فيها الصياد؟ ولا انت ايه رايك يا اموره؟ والله يا عمو هو دايما بيقول ان هو بيتعلم منكم حاجات كتير قوي. اه بس بقى الحاجه الوحيده اللي ما اتعلمهاش
ان مفيش يا عمرو حاجه اسمها دين بين الاهل. يعني اللي عنده عندي، اللي ملكي ملكه. هي دي الاصول يا عمرو يا ابني، فهمت؟ خلي فلوسك معاك عشان انت تستاهل كل خير يا حبيبي. الحمد لله. ايه الحكايه يا فواز؟ ده تاني مسكن تاخده يا ابني. على فكره المسكنات دي غلط، بترفع الضغط وتتعب المعده. دماغي فيها ورشه يا صفوت، صداع رهيب. وده من ايه ده كله؟ أول مرة أحس إني متكتف يا صفوت، مش فاهم أي حاجة. ما أنت واخد على المشاكل طول عمرك يا فوز، بس أنت قدها وقدود. حتى البيت يا أخي، حتى البيت، أول مرة أرجع من السفر وماليش ولا واحدة فيهم مستنياني، مع إنهم عارفين ميعاد رجوعي. دخلت البيت كأنه تربة، ساكت ومضلم في عز الظهر. ما هو بصراحة يا فواز اللي واخد واحدة مطلعها عيني، وأنت ما شاء الله عليك. يا سيدي عارف عارف. الحمد لله. المهم جبت لي ملف الضرايب بتاع المدرسه؟ اه طبعا انا جاهز اهو. بس على فكره احنا ضرايبنا تمام وورقنا سليم 100%. يا عم يا ضرايب المحلات والشركه والمصنع برضو سليم 100%. انا مش فاهم المصايب دي جايه لي منين. خير ان شاء الله. انت كل الحكايه انك محتاج خبير ضرايب كويس وشاطر بس. ابعت يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كانك سمعنا يا علي. تحت امرك يا حاج. ضربه لبنان وبعدها ضربه الضرايب هتخليه مضروب على دماغه، بس الضرب الجاي حوى. ياه انت لسه بتفكر في الحكايه دي؟ شرشين وفهم. المراه حوى هي الضرب القاضي، واللي فات كله كان طار الشغل، بس اللي جاي هخلي ايامه سودة مثل الفحم، لانه طار بنتي معايا والبنات اللي ظلمهم، وساعتها هخليه يعمل اسنانه بالفرشايه ابو العبايه. حكايه ببساطه يا حاج، انك وثقت في ناس مش اهل للثقه، لعبوا في ورق الضرايب من وراك، وكل ده تم الحساب. الكلام ده علي اللي انت سمعته يا حاج، وانا شخصيا فتشت في الاوراق كلها وجبت لك الدفاتر اهي عشان تبقى تحت ايدك، ومستعد اقول لك على كل رقم في الدفاتر دي رقم رقم. وزكي كان معايا خطوه بخطوه. حصل الكلام ده يا زكي؟ والله ما عارف اقول لك يا حاج، احنا بصراحه غلطنا ان احنا ما كناش بندور وراهم، بس احنا بقى تلاقينا في سفريات لبنان ومشاريع المولات. ده غير ال غير ايه؟ ما تتكلم يا زكي. ملوش لازمه الكلام دلوقتي يا حاج. المهم دلوقتي نفكر نخرج من الأزمة دي إزاي؟ وأنا أوعدك إن شاء الله يا حاج إن أنا هبذل كل جهدي عشان نخرج من الأزمة دي. زكي، كل المحاسبين والموظفين المسؤولين عن الحكاية دي يتحولوا للشؤون القانونية، وأي نفر فيهم تثبت عليه إدانة يروح النيابة، حتى لو كنت أنا شخصية. فاهم ولا لأ؟ حاضر يا حاج. فورا يا حاج. أنا هيحصل ده في شركتي؟ إزاي يا حاج؟ والله العظيم يا رب. وجبت شوية حلويات من عيد ميلاد ابنك. وتخلص أنت كمان ساعة عشان تقعد الشاي. يلا من هنا. انت يا مالي يا حاج وتصلي على النبي كده؟ عليه الصلاة والسلام. انا ما ببخلش على حد بحاجة يا علي. أي حد عايز حاجة بياخدها. ولا هي السيرة إيه؟ بقت داف في الدم بين البشر؟ معلش يا حاج، أنت ممكن تكون سهيت كده ولا كده في المشاريع بتاعتك. ما أنا طول عمري بعمل مشاريع جديدة. إيه اللي جد؟ مش عارف، بس المهم نهدى بس شوية يا حاج. الحق لازم يرجع لأصحابه. مهما كانت التكاليف ومهما كانت الخساير. مش انا اللي هقبل قرش حرام في الاخر في بيتي. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي، الحاج على اخره. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، يبقى روحنا في 60 دقيقة. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، هنعمل ايه يا كاميليا؟ انا مش فاهمه انتوا خايفين كده ليه؟ يا اختي انت ما تعرفيش عمل ايه؟ ده زعق في زينب ودخل خلوته وقفل على نفسه. دخل خلوته؟ يبقى قلب على الكل يا خايبه. شفتي يا كاميليا، انا قلت لك ده ما بيجيش بالعند ولا بيجي بالطريقه دي اصلا. وانا واثقه بقى ان مفيش راجل يقدر على واحده ست، خصوصا بقى لو حطيته في دماغها. طب يا اختي احنا كان في ايدنا ايه نعمله يا اختي وما عملناهوش؟ في ايديكوا كتير قوي طبعا. انا واثقه ومتاكده ان كل واحده فيكوا جواها حاجه فواز محتاجها، بدل ما تبقى مجرد متعه بترضيه خلوها تبقى سؤال يحيره. شغلوا دماغكوا بقى. بس انا مش هيهون عليا اسيبه في حاله زي دي، ما اقدرش. صح يا انهار، عندك حق، خصوصا كمان ان انا عرفت ان هو عنده مشاكل كتير قوي في الشغل، ربنا يعينه على حلها.
ما احنا ياما يا حبيبتي وقفنا جنبه لما كان عنده مشاكل، خلونا مره نجرب نبعد عنه ونشوف ايه اللي هيحصل. يا بنتي الراجل بطبعه ما بيزهقش الا الحاجه اللي ضامنها، ونفسه ما تروحش الا للحاجه اللي ايده مش طايلاها، عشان كده احنا لازم نقلق فواز عشان يحس بينا. ايوه بس البعد بيولد الجفا، واحنا بعدنا عنه ليه؟ لا دخل خلوته وزعل مننا، امال لو زودنا عن كده هيعمل فينا ايه؟ يا اختي ما هو بعيد عننا بقاله كتير، ما فكرش فينا ليه بقى؟ يا سميحه يا سميحه لو الحاج حس ان احنا كلنا بعيد عنه في نفس الوقت هيحس ان احنا متفقين عليه او عاملين عليكم بينا. يا نهار اسود دي تبقى مصيبه وضاقت على دماغنا. ليه يا حبيبتي؟ ساعتها هيرمينا هنا بلا كده ويرمينا في الشارع رميه الكلابه. ده بقى مش هيحصل الا في حاله واحده بس. حاله ايه؟ لو ما نفستوش اللي في دماغي. اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. استغفر الله العظيم كل ذنب عظيم. هي الدنيا جرى فيها يا ربي، الناس بقت عاملة كده ليه؟ القلوب اسودت والعيون بقت ازاز بيطل منه شر النفوس. يا سبحانك يا رب، يا سبحانك يا رب، يا رب انت العالم بابادك، استرها معانا يا كريم، استرها معانا يا رب. اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكني اسالك اللطف فيه. اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكني اسالك. اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك العطف فيه. مساء الفل يا سيد الكل. غريب. ما غريب إلا الشيطان يا عيون قلبي. وفي كل خير يا حاج، وحشتنا. النهارده ولسه فاكر اني وحشتكوا؟ هو انت تتنسي برضه يا حبيبي؟ لا اله الا الله. اصلح لي يا حبيبي الايماج، زعلان ومتضايق ومكتئب. قلنا ما ننزل كده كلنا نهيا. اصلح فاكر؟ او النعم الشريف. ميسيو بيبي. بيبي الليلة دي يا حبيبي مفيش غير كل دلع وحب وسعادة وآخر مزاج. بجد؟ يا ولاد الليل انتوا طلعتوا حاسين بيها فعلا. يا ما انت كريم يا رب. روحي، هو احنا مش هنلعب اللعبة بتاعتنا يا روحي؟ لعبة ايه؟ لعبة الدور يا حجوشي. طب مش تفهموها للعروسة الأول؟ عارفاها بس عايز اعمل فيها تعديل بسيط قد كده اهو. ايه سلام، عدلي براحتك، عدلي زي ما انت عايزه. ها تعديل ايه بقى؟ المره دي احنا اللي هنسالك، واللي مش هتعرف ترد على سؤالها هي اللي الليله ليلتها. انا اتسال ازاي يعني؟ مستحيل طبعا. ليه بقى ان شاء الله؟ ليه نهار؟ ما احنا كلنا يا اخويا هنتسأل يوم القيامة. ما تخافش يا بيبي، اللعبة هتعجبك قوي. يلا والنبي بقى يا بيبي، ما تيلا بقى رايحين نلعب. الله، اخلصوا تنيروا العب. يلا استنى استنى، ودلوقتي اللي هتسأل سؤال وانا ما اعرفش اجاوب عليه هتبقى دي ليلتها هي. ايوه تنيروا اسألوا. هاتي الجرس يا كوكو. السؤال الأول، كم عدد حلقات المسلسل العربي الناجح ليالي الحلمية؟ مش عرفت. مبروك عليك يا دلال. مكتوبة لك. على البركة، يلا بينا، تصبحوا على خير. السؤال الثاني،
انا عايزه وزير البيئه بتاع سنغافوره. عايزه تعملي بيه يا نار؟ عايزه اسمه فواز. مش عارفه. مبروك عليكي يا انهار يا حبيبتي. السؤال التالت في حبوشة؟ تالت ايه؟ تالت ازاي؟ مش واخدة بالك؟ ايه ده؟ مش حقنا ولا ايه؟ ده شرع ربنا وكله بما يرضي الله. بسم الله ما شاء الله. وفين سواكك بقى بالمرة؟ خليك معايا هنا يا بيبي وقول لي تعرف؟ تعرف يا اخويا كم عدد مشجعي نادي الزمالك في الوطن العربي؟ تعرف؟ ده اسود قوي البنت. مبروك عليك يا سميح. هاتي يا حبيبتي. خدي يا عناي. السؤال الرابع. هو لسه في رابع؟ كيل لو نو دو شاكون دو كاتر ايبوز دو حاج فواز؟ هو كده سؤال؟ مبروك عليكم. في لجنة من المنطقة التعليمية طبت على المدرسة فجأة وقلبوا الدنيا، عملوا تحقيق وتفتيش. ليه؟ ضرايب برضو؟ ضرايب ايه يا فواز؟ بقول لك لجنة من المنطقة التعليمية. عايزين ايه يعني؟ جات لهم شكاوى يا سيدي ضد الإدارة والمدرسة والمدرسين. بيقولوا فيها إن في بعض المدرسين عندنا في المدرسة بيجبروا الطلبة على دروس خصوصية وبأرقام كبيرة كمان. دروس خصوصية عندنا في المدرسة والعيال في السن ده؟ ليه؟ وازاي؟ لا طبعا اكيد في حاجة غلط، والشكاوي دي اكيد كيدية. للأسف يا فواز اتضح من التحقيق ان الشكاوي دي مش كيدية وان الكلام ده بيحصل فعلا. في بعض المدرسين عندنا بيعملوا كده، والمصيبة الأكبر بقى ان في ناس من الإدارة عارفين الكلام ده وبيساعدوهم وبيقسموا معاهم كمان. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا مش فاهم حاجة. الناس دي مش تحت ايدك يا صفوت؟ عملوا كده ازاي؟ ايوه فواز هم صحيح تحت ايدي، بس ما هماش اختياري، انت اللي اخترتهم يا فواز. وانا قلت لك من الاول لازم الاختيار يبقى على اساس الكفاءه. الكفاءه بس انت بقى كانت ليك رغبه تانية. رغبه ايه؟ رغبه ايه وزفت ايه يا صفوت؟ بس رغبه ايه؟ استاذ صفوت معاه حق، وانا قلت لك كده قبل كده ما رضيتش تسمعني. ايه اللي جابك كده؟ انا شفتك قلقان قلت اجي اطمن عليك. انا ما احبش حد يتدخل في شغلي. انا مش حد يا فواز، انا مراتك ومن حقي ان انا. الكلمتين دول تروح تتحكي بيهم على الزباين بتوعك هناك في الجمعيه مش هنا. البيت ده ليه اصول وما ينفعش اي مخلوق يخرج عنها. اتفضل يخش جوه. ليه كده بس يا فواز؟ المدام ما تقصدش يا اخي. ولا كلمه زياده يا صفوت. بدل ما تقعد تقطمني هنا بكلمتين روح شوف حل في المصيبة دي. حاضر يا فواز عن إذنك. ممكن أعرف أنت إزاي بتعملي كده؟ مين اللي قالك تخرجي بره وأنا قاعد بالشكل ده؟ أنت ناسية متجوزة مين؟ الظاهر إن أنت اللي نسيت أنا مين. أنا مش أمينة يا أستاذ سيد ومش هقبل أبداً إنك تهني قدام الناس ولا حتى بيني وبينك. كاميليا مش علشان ما قلتلكيش البسي طرحة فده معناه إنك تخرجي قدام أي حد بالمنظر ده. ايوه كده اظهر وبين على حقيقتك وبين اللي مخبيه ورا الصوره الحلوه اللي ضحكت بيها عليا. صوره ايه وبين ايه؟ انا بتكلم في اصول. الاصول عمرها ما كانت بالكذب والغصب،
دي شروط انت بتمليها عليا وده انا عمري ما هقبله. تقبلي ايه وما تقبليش ايه؟ اخبطي دماغك في الحيط. كلام انا هو اللي هيمشي يا خمالة. ايه ده؟ انت بتعملي ايه؟ انت بتلمي هدومك وهتسيبي البيت؟ ما ينفعش اقعد بعد اللي قاله. لا اكسكيوز مي، يعني ايه بقى؟ انت هتمشي كده بعد كل اللي اتفقنا عليه؟ ظهر اني كنت غلطانه. غلطانه انك وافقتي تتجوزي راجل على ذمته كل الستات دي؟ ولا غلطانه انك خليتينا بني ادمين؟ خليتينا نحس ان احنا مش عرايس بنزين بيت الحاج وخلاص. كلنا غلطنا في حق نفسنا لما قبلنا ورضينا بالوضع ده. وانت عايزه بعد ما صحيتي فينا اللي قرب يموت تسيبينا وتمشي؟ يا اختي انت صنفرتي عقولنا وشلتي الغمامه اللي على عينينا. يعني انتوا هتكملوا معايا؟ مفيش قدامنا حاجه غير اننا نكمل. تشوفيني متضايق وما تهونيش عليا. انت حتى ما سالتنيش مالك من ساعه ما رجعت من السفر. ما انا ياما سالت. خدت ايه؟ انا مش ناقص، انا مليان مشاكل. عشان واحده وقفت قصادك وحكيت لك وقالت لك على اللي حاسين بيه جوانا من غير خوف، بقيت خلاص مش ناقص. يا نهار، ايه اللهجه اللي بتكلميني بيها دي انت كمان؟ انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ ده انا ناسيه نفسي من يوم ما اتجوزتك، لاغيه نفسي خالص. ده انا عشت عشانك وليك، ده انا لقيت صحابي العشرة شمع، قبلت اللي مفيش واحدة ممكن تقبله على روحها، اتحملت فوق طاقة كل البشر، بقيت لك أم. لما تزهق ولا تقرف من واحدة تيجي وتترمي في حضنها وهي تفضل طول الليل تطبطب، مش كده؟ ودلوقتي مستبطر عليا أغترب نفسي شوية ولم اللي فاضل منها. لا لا انهار ولا كاميليا. انت بتعملي ايه هنا؟ دي اوضه كاميليا، انتوا عايزين تجننوني؟ سلامتك من الجنان يا قلبي، اوعى تفول على روحك. لعبه جديده؟ لعبه جديده من العاب كاميليا. وليه ما تقولش ان احنا كترنا لدرجه يا اخويا ان انت ما بقيتش عارف تفرق ما بين اوضنا؟ زي ما انت برضك كده ما بقتش عارف تفرق ما بين اسامينا ووشوشنا. انت كمان بقيتي فيلسوفه يا سميحه، اللي عمرك ما قريتي جورنال. جايبه الكلام ده منين يا سميحه؟ من جوايا يا حاج. صحيح يا اخويا انا عالمي على قدي ودماغي لاسعه حبتين، ويمكن برضك اكون غبيه، بس عندي قلب. قلب بيدق وبيحس، وعندي مشاعر بتتجرح، وانت اسم الله عليك يا اخوي ما قصرتش يا فواز، دوست عليها برجلك فحصتها. لا اله الا الله. بس ملحوقه
ملحوقة يا حاج، بس بردك محدش بيتعلم ببلاش. عشت عمري كله أتعلم عشان في اللحظة دي أعرف أقولك الكلمتين دول. سميحة بتدور على مين يا حاج؟ انتوا بدلتوا في الاوض عشان تجننوني. وهي تفرق اوضه مين عن مين عن مين عن مين؟ ما في الاخر كل القوه دي صاحبها راجل واحد بس مهما اختلفت الاسماء. انتوا حكايتكم النهارده؟ النهارده زي امبارح زي بكره زي كل يوم، واحده فينا بتبات متهنيه ومتدفيه في حضن جوزها، والثلاثه التانيين بيبقوا بيخبطوا راسهم في الحيط علشان يتعبوا ويناموا وما يفكروش هو جوزهم هيختار مين فيهم بكره عشان يبات في حضنها. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو في ايه؟ اقول لك انا في ايه. في واحده قلبها وجعها ومليان حيره ووحده وحسره، وواحده تانيه يا عيني عليها خاف تغمض عينيها لا تصحى تلاقي واحدة تانية في وشها جاية تاخد حتة من جوزها، وواحدة تالتة قلبها عذبة والكيل طفح منه، وواحدة رابعة روحها طلعت ولا واحد مش حاسس بأي حاجة، واحدة تانية اتجوزت ما عملتش حاجة غلط بس في نظر جوزها غلطتها الوحيدة إنها حملت، مع إن دي أبسط حقوق. ليه انت كمان؟ مش دي الأوضة اللي بتحط فيها كل واحدة ربع؟ من اللي بتغيرهم زي ما بتغير هدومك كل ما بتزهق منها؟ واللي بتديلهم الحباية فيها عشان تريح ضميرك. ما هو لازم طبعا تريح ضميرك، أصل الحاجة ما بيطلقش واحدة مخلفة. يمكن هدى ما كانتش مخلفة واحنا مش عارفين، ولا يمكن عشان خلفتها بنات والبنات ما بتحسبوش. وبعدين اخرة اللعبة دي ايه؟ لعبتك انت اتقلبت عليك وعرايسك خلاص فكوا الحبل ورجعوا زي ما ربنا خلقهم، يعني بني ادمين. والله بدل ما تنصبولي المحكمة دي وكل واحدة فيكم تعمل لي فيها قاضي، روحوا راجعوا نفسكم، حققوا مع نفسكم. أنا عمري ما قصرت مع واحدة عاشت معايا، وعمري ما غصبت حد على عيش معايا. كلمة بما يرضي الله دي مش شعار، لا ده مبدأ ومشيتي مع الكل. وما ظنش يعني إن في واحدة فيكوا شافت الدلع زي اللي شافته هنا معايا في البيت ده، ولا واحدة اتستتت زي ما اتستتت هنا معايا في البيت ده. ومفيش واحدة اتهانت فوق أنوثتها زي ما اتهانت في البيت ده. اتهانت فوق أنوثتها؟ اتهانت فوق نوستها هنا؟ اتهانت فوق نوستكم هنا؟ يا ست عايزه ايه اكتر من اللي انا بعمله؟ اكتر من اللي انا بدلعه وبعمله هنا في البيت؟ رعايه وستر واهتمام ودلع. ما تنطقوا ولا خلاص خلصتوا بقت هي لسانكم. ما تفتكرش انك بالطريقه دي هتغير لهم موقفهم. لو ده موقفهم احب اسمعه منهم. وهم ما بقوش خايفين منك. ما تنطقوا. سمعوني. انا ظالم؟ ماشي. ماشي.
ظلم بظلم. روحوا انتوا الاربعه وانتوا طالب.